إن وافقتوا على هذا الاقتراح بتعليق دولة الكويت اضغطوا يس، وإن لم توافقوا فلا، وإن امتنعتم فلا تضغطوا الزر. يبدأ التصويت الآن. إذن التعليق المؤقت على اتحاد كرة القدم الكويتية وتوصية مجلس الفيفا بإيجاد حل سريع لعملية التعليق. شوط المباراة تاول ثلاثة أهداف، كرة ملعوبة الآن في لمسة أولى، الرابع لفيصل زايد. الثالث في الأربعة وخلى المركز الله فهد العريسي الأخيرة، الله أجمل الغاسية خاطرة هذه لو لعبها بدر مطوع. محاولة مستمرة، كرة فيها تسديدة قوية، عميد الاستحالة. نبيل محمد الداود، محمد داود تصويب، الله الله الله. يرجع مرة ثانية فيها بشوط الجول، وظلتها تمطر على القلوب وتخفض لها القلوب ودقات القلوب. شفت بس كده.